أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن مجال التدريب، قديش ممكن يطور من قدراتنا، فهل التدريب مقتصر على دورات تمهيدية قبل العمل أم أن التدريب ممكن يكون للموظفين لتطوير آلية العمل في أي مؤسسة إن كان في القطاع الخاص أو العام، وما أهمية هذا النوع من التدريب؟ أسئلة كتير رح يجاوبنا عليها ضيفنا لليوم رواد نعمي، مدرب إدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك. يسعد وأهلا صباحكم. وسهلا أهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح الخير يا صباح واد. النور. اليوم من وين يعطيك جاي؟ العافية. يوم جاي من جرمنة صراحة، فجايين بغض النظر عن الظروف، جايين نكفي مثل ما الكل عم يكفي، مثل ما الكل عم يستمر، لأنه إذا بدنا نقول سواء كان تدريب أو عمل هو مسيرة لازم تضل مستمرة، لازم نضل مكفين فيها، لازم نضل عم نطور، لازم شيء يوقفنا، لأنه متى ما وقفنا معناتها نحن عم نتراجع بهيك زمن، عصر السرعة فيه عم يحكم علينا نضل نتواكب معه. رغم الظروف عم نضل مكفيين بتدريب بعمل بشغل، وحابب حيي او اوجه تحيه لكل الاشخاص اللي عم يستمروا بهالظروف الصعبه اللي عم بتمر فيها الشام وعم بتمر فيها البلد. امين. اكيد نحن كمان بنضم صوتنا لصوتك وبدنا نحيي اكيد كل الناس. رواد، يعني خلينا نحن نحكي بمجال التدريب، واي حدا يمكن بيكون بالشغل، قديش مهم انه نحن بشغلنا كل فتره نخضع لتدريبات، كل فتره نطور حالنا، حتى يمكن القدماء يعني اللي صار لهم زمان كمان بمجال بشركة أو بمؤسسة، قديش مهم أنه يخضعوا لدورات. كتير موضوع التدريب موضوع مهم. أول شيء في دراسات تقول لك أنه اول شيء بعيدا عن الدراسات نبلش انه في العصر كل يوم عم بيطلع فيه شيء جديد. نعم. ومهارات جديده وافكار جديده ودراسات جديده وابحاث جديده، فموضوع انه نضل عم نتدرب عم نضل عم نكتسب مهارات جديده، لو مثل خلينا نقول لو بقولوا روتوشات بسيطه، هذا الموضوع بيساعد الموظف انه يتطور ويقدر يرفع من سويه اداؤه. بالإضافة أنه في دراسات انعملت أكدت أنه التدريب هو يعتبر من وسائل التحفيز للموظف. نعم. من وسائل أنه مثل خلينا نقول الأم كيف ترعى أولادها وتهتم فيهم، بيشوف للموظف أنه الشركة عم تهتم فيه وبالتالي بصير يتحفز أكثر ليعطي بشكل أكبر. فالتدريب بعدة وسائل، ومنه التدريب على رأس العمل هو أمر جدا مهم للموظفين ليكسبهم مهارات جديدة، خاصة هني على رأس عملهم. يعني أنت عم تعطي المهارة أو المعلومة أو الفكرة للموظف دغري عم بيحاول يطبقها على رأس العمل ويحاول يحطها بواقع عملي، ما تكون نظرية فقط. بس مثل ما عم نقول يمكن من بداية حلقتنا لليوم في ظروف خاصة عم نعيشها اليوم بالبلد، قديش مهم اليوم نهيئ الموظف لهي الظروف؟ يعني دورات تدريبيه مو فقط لتطوير قدراته، أكيد أكيد أكيد. خلينا نحكي يمكن دورات تدريبيه للتهيئ مع الظروف المحيطه، ان كان نفسيا معنويا جسديا، يقدر يكون متكيف مع الوضع 100%. في كثير شركات عم تتعاون مع الدفاع المدني، عم تتعاون معه دورات مثل دورات الاخلاق، دورات التعامل مع الحريق، دورات الاسعاف الاولي. هي الدورات جدا منيحه سواء خاصة بهي الظروف، لأنه نحن ممكن نتعرض لهي المخاطر هاي بالطريق، سواء على رأس عملنا، ونحن على رأس عملنا يتعرض لا سمح الله لشيء. خصوصا نحن شعب العربي عاطفي، يعني دائما بتحكي من العاطفة تماما، يعني حتى بنتصرف بطريقة غير عقلانية بس نتعرض لموقف معين. فتدريبه وتهيئته لهي المواضيع هاي، في كتير شركات عملت هذا الموضوع، منه حتى بالشركة اللي بيشتغل فيها عملنا تدريب لمواضيع الأخلاق ومواضيع الإسعافات الأولية. خاصة أنه هذا الموضوع ممكن يعرض، يعني نحن عايشين بظرف كتير مخلخل، ممكن نتعرض لأي حادثة مثل لا سمح الله سقوط قذيفة هاون، حاجه نحن لنسعف المحيطين ولنتصرف بطريقه خلينا نبتعد عن هالمصدر الخطر هذا. وبنفس الوقت حتى لو ما صار هذا الموضوع، فبتعزز كمان الموظف ثقته بنفسه، انه هو اذا وجدت انا بحاله كثير خطره ممكن اتصرف فيها. ينقذ حاله. صحيح رواد. بالاضافه الى هي الدورات، قديش كمان لازم الموظف يهيئ حاله لاستلام، ممكن في ناس بمناطق تانية ما قدرت تجي، صار غياب، قديش مهم كمان الموظف انه هو يعرف شغله وشغل غيره كمان. تماماً. حتى الشغل يضل ماشي. هذا الموضوع جدا مهم، خاصة نحن بنحاول ندعي المدراء ورؤساء الأقسام يسعوا لموضوع شيء اسمه تدوير العمل. تدوير العمل هو الفكرة أنه الموظف ممكن يشتغل تماما ما يختص بمجال معين، يضل عم يشتغل عدة شغلات ضمن قسمه، وبالتالي في حال حدا غاب نتيجة ظرف ما، هذا الشخص يقدر يغطي محله مشان يضل مستمر الشغل. هذا شيء جدا مهم بعالم الإدارة وبعالم خاصة أكثر شيء بيتبعوه البنوك. مثلا الإدارة اليابانية كثير بيتبعوا موضوع تدوير العمل، لدرجة أنه في عملية تحفيز الموظفين وممكن تساعدهم على عملية الترقية مستقبلا، وبنفس الوقت بيقولوا بيضل العمل ماشي ما بيتوقف. بس فعليا هي الثقافة قديش موجودة يعني على الصعيد العملي في مجتمعنا، انتشارة بنسبة قديه يعني؟ ما هلا بل تطبيقها يعني بالبنوك موجودة بنسبة جدا عالية، كثير بيتبعوها. بالشركات الخاصة عم تتطبق،
بالقطاع شوي لساتنا بالوسائل الإدارية الحديثة أو بالأفكار الإدارية الجديدة ما كتير ما عندنا متمسكين بالعقلية القديمة، يعني كل موظف بيشتغل شغلته حتى يمكن بيشتغل أقل من وقت المفروض يعبي وقته، يعني أو بده يقعد 20 سنة بنفس المكان 100%. فهذا الموضوع يعني انتشاره عم بيقول على صعيد، إذا نقول على صعيد العمل ككل بالسوق العمل السوري 40%. فهي الفكرة، والفكرة عم يستفيد منها الموظف، بحس إنه هو عم بيكتسب مهارات جديدة، وهذا الشيء ممكن يعني صار في نظرة بحاجة لهذا الموضوع ضمن مؤسساتنا الحكومية 100%، بحاجة لهذا الموضوع، لأنه اللي عم بيصير مثلا أنا كشخص مواطن بس أطلع أعمل معاملة حكومية، بروح على دائرة باللي الموظف الفلاني مو موجود، طب ما بتعرف تشتغله؟ لا، طيب انا تعطل شغلي، بنفس الوقت بدي ارجع ازوره مره ثانيه الاقي الموظف مو موجود لسبب من الاسباب، فبيضل في عنا تاخير لمعاملات المراجعين، وهذا الشيء بيعرقل العمل، بنفس الوقت بصير نظره سيئه على طول. بتقول لك القطاع الحكومي قطاع روتيني، اذا طبقت بالقطاع الحكومي شوي بشوي بصير في عنده روح ديناميكيه، شوي بصير العالم ما تستعوذ بالله لما تفوت على دائره حكوميه تشتغل اي معامله. نعم رواد، خلينا نحكي عن طرق التعامل يلي لازم يتبعها اما أو الاداره والاتش ار بهذا الوضع، يعني يمكن في كثير ناس ما تقدر صار عندها ظرف ما قدرت تنزل على الشغل، او هي بحاله صار عندها شيء فوبيا من الوضع، هون كيف الاداره والاتش ار بيستقطبوا؟ كمان هن ناس يعني وعندهم احاسيس ومشاعر، ولكن ضمن مهنتهم كيف فينهم هن يمكن يحتضنوا هذا الموظف، يخففوا عنه شوي، يراعوا له ظروفه يلي عم يمرق فيها؟ الاول شيء في عندك موضوع بقانون العمل بيقول لك اذا نتيجه ظروف قاهره ما قدر يجي العامل او الموظف فما المفروض تنحسب من اجازاته، هي تعتبر شيء خارج عن ارادته. فالمفروض الاداره تراعي وحتى قسم الموارد البشريه يراعي انه نحن اليوم بظرف جدا قاهر، ويكون هذا الموضوع انه الموظف اذا اخذ اجازه نتيجه هذا الظرف القاهر فما تنحسب من اجازاته، تورجي انه نحن كمان مهتمين فيك لانه نحن كلنا نتعرض لهذا الظرف، فنحن اوكي ما احنا تبرئ اجازه، اقعد ارتاح ببيتك، حد عائلتك ممكن يعتزوك، ممكن بدهم شيء فتضلك حدهم. وبنفس الوقت ما لازم يتوقف يمكن وتيره العمل كمان، يعني في نارين رح يوقع فيهم الاداره والاتش ار. هو ممكن نرجع موضوع الورديات، تدوير العمل بيساعدنا اول شيء يكون عم نعمل تدوير عمل صح، يعني العالم تعرف شغله بطريقه بسيطه لتقدر تمشي الشغل في حال كان شيء ضروري. بنفس الوقت يصير في موضوع ورديات، في حدا في حق مثلا يوم بتغيب ثاني يوم بتجي، وهلما جرى بتصير في تناوب بالعمل بين العالم وبالتالي بيمشي الشغل، وبنفس الوقت تكون عم تعطي الموظف اجازه ليكون موجود حده، الا في حال صار ظروف قاهره كثير كبيره ما بيقدر يجي، ساعتها الكلمه حيجي. طيب شو هو الحافز يلي بتقدر الاداره تقدمه للموظف يلي مداوم ولكن يمكن بحاجه لدعم معنوي، بحاجه لدعم ممكن ما بعرف كيف طريقة التعامل كيف لازم تكون؟ هلا بكل بساطة ان الإدارة ممكن بكلمات بسيطة، كلمات تحفيزية بسيطة توجه للموظف بهالكلمة هي وتشكره على انه اجى بظرف خطر قدر يلبي عمله بهالفترة هي ما يضل فيها، ممكن تمنحه مثلا اجازة قبل بفترة اجازة مخصصة فيه، مثلا عندنا جمعة سبت نحن بنعطيه تبعنا، تعطيه خميس جمعة سبت يضل ببيته مرتاح، تعتبر وسيلة تحفيزية. ممكن مثلا اذا في إمكانية مالية معينة تعطيه مكافأة مالية بسيطة لأنه اجى ضمن فترة خطيرة تعويضا له، ممكن تعمل له تأمين على الحياة خاصة بالفترة الخطيرة، تشتري الشركة بوليصات تأمين على الحياة للموظف، بحس انه الشركة مهتمة فيه ومهتمة بمستقبل عيلته في حال لا سمح الله تعرض لضرر. التأمين الصحي صارت الشركات تحاول تشتري تأمين صحي بشروط تفرض على شركات التأمين انه لا نحن ما بدنا الموظف فقط تأمين صحي طبابة وزيارات على الدكتور، في حال تعرض لأعمال حربية او اعمال شغب هذا الموظف يتغطى بحد معين، هذا الشيء بحسس الموظف انه هو لو تضرر الشركة عم تحاول تحميه بأي وسيلة من الوسائل. رواد حكيت يمكن نقطتين كثير مهمين، قديش مهم اليوم تدوير العمل في ظل الظروف اللي عم نعيشها، قديش فعليا تطبيقه في المؤسسات الحكومية مهم يمكن للتخفيف من البيروقراطية اللي عم نعاني منها اليوم 100%. يوم اليوم انا الموظف عم بيكون موجود بمكان واحد ما بيتنقل بين عدة مهام او عدة مناصب ادوار، بيحصل له جمود، تمام؟ هذا الجمود بخليه نوعا ما بصير عنده تفكير تقليدي، التفكير التقليدي بيبعده عن الابداع، وبالتالي رجعنا موضوع البيروقراطيه الخشبيه تماما 100%. بلس اذا بدنا نرجع بالاضافه لهذا الموضوع بيسر شغل العمل، بيضل سير العمل ماشي، بيضل متاقلم في حال حدا غاب في حال حدا راح، وفيها النقطه الاضافيه مثلا بالثقافه الاجنبيه بس الموظف يبلش تدوير عمل فبيصير عنده وجهه نظر انه هو على باب الترقي، لانه اليوم اذا بدي احط انا مشرف على مثلا 3 موظفين فهذا المشرف المفروض يعرف بشغل 3 موظفين نفسه مشان يقدر يتعامل معهم، وبالتالي انا بس دورت للموظف وبلش يصير الرسم عنده الصوره انه هو ممكن يكون مرشح للترقيه بالعمل تبعه او بيترشح يصير مشرف على القسم اللي هو فيه مشان يقدر يتطور اكثر،
فكتير إلى إيجابيات موضوع تدريب الأعمال. لأنه أحيانا بتشوف مثلا عندك مثلا الديوان أو البريد أو الأرشيف، يعني الطابق الأول أو الثاني هي مثلا هي نزلت درج، لا بعد ثلاث أربع أيام تعال رجع لعنا. هي البيروقراطية اللي بعدها ما عم، يعني العقلية الخشبية بالمؤسسات ما عم تتحرر منها بدها وقت قديش. للأسف عنا ما في عنا رؤية للعملية اللي بتصير فيها مثلا عملية، ما في قيمة الوقت 100%. يعني عندك يعني عندك العملية بتصير بعدة مراحل. في موضوع بيتعلق بموضوع التطوير الإداري بسموه، بتصير دراسة كل خطوة من خطوات العملية وقديش بتاخد وقت وترتيب مراحلها. للأسف عنا بصير ترتيب المراحل بطريقة جدا عشوائية، وحتى ترتيب أماكن المكاتب بيضيع كتير وقت، سواء كان على الموظف سواء كان على المراجع. وبالتالي مثلا مثل موضوع النافذة الواحدة مثلا اللي انطرح، موضوع جدا ميسر انه الموظف بيحط معاملته، بتمشي المعاملة بخط واضح وبترجع بترجع بخط واضح، وفر جدا وقت 100%. وبالتالي بتوصل لعنده بوقت جدا سريع، بتنجز معاملته بوقت جدا سريع، بدل ما يضل طالع طوابق ورايح طوابق. وبنفس الوقت احيانا في اجراءات عم بتصير، هلا عم تدعي الى وزارة التنمية الإدارية، في اجراءات كثير عم بتصير بالدوائر الحكومية بدون اي فائده او قيمه مضافه عليها. هي الامور اللي ما بتعطينا قيمه مضافه، مثل توقيع احيانا توقيع ثلاث موظفين من نفس القسم. طب رئيس القسم موجود، ليه يوقع ثلاث موظفين؟ يوقع رئيس القسم او يتفقوا بين بعضهم انه اوكي رجع لنا بعد شوي بيراجعوا هالمعامله صحيحه، بيوقع رئيس القسم. ليش ثلاث توقيع بدها تمر عليها؟ يعني حتى يمكن يطلع فيها الموظف، ما يطلع فيها بس يوقع ويعطيك. فهي الاجراءات ما فيها قيمه مضافه، مش عم بعملها. تقدير قيمه الوقت عند الشخص، لانه بيكون عندك مثلا معامله بدها وقت كثير طويل، وهو عم يشتغل شيء كثير مهم على الصعيد الشخصي، فبده يمكن معاملته تمشي باسرع وقت ممكن. القاعده الذهبيه بخدمه الزبائن هي السرعه والجهوزيه التامه. فكل ما كانت المعامله الزبون بسرعه تجهز معاملته بسرعه، كل ما كان عم يبحث، كل ما بيكون هو زبون راضي، لانه بحس انه في سرعه بالانجاز، وبالتالي بحس انه وقته مقدر، لانه اخر شيء تقدير الوقت، قيمه الوقت 100%. الوقت هو قيمه لكل الاشخاص. نعم. رواد، قديش مهم كمان يعني ادخال التكنولوجيا الحديثه على المؤسسات، يعني وحتى تدريب الموظفين القدماء، يعني الوراق الصفر معنون قدمة وبالأرشيفات وبالمكتبة وما بعرف شو. اليوم الكمبيوترات اعطاء دروس حتى للأشخاص يلي كمان صار لهم زمان يعني عم نعاني منها هي المشكلة، انه موظف صار له زمان اكيد يعني بيقول لك انا بعرف كل شيء وهيك هيك متعلم وصل لي 20 سنة هيك. قديش مهم كمان هدول الناس انه يخضعوا لدورات يتعلموا كمبيوتر حتى لو يمكن صار لهم كتير زمان او كبار بالعمر؟ شو هي الوسيلة يلي بتقدر توصلهم المعلومة لاستخدام التكنولوجيا؟ بيقولوا لك الفكره اللي ما بيعرف اللي بيجهل شغله بخافها بهابه. فاول شيء الموضوع تعريفه عليه بشكل بسيط، ادماجه بالتكنولوجيا تدريجيا. المصيبه باللي بتصير انه بس بدنا نعلم موظف معين، خلينا نقول من الجيل القديم، على الكمبيوتر هيك، بنقول له هذا كمبيوتر، هذا البرنامج بيشتغل فيه هيك، بيجي المدرب او حدا بيشتغل فيه بيقول له بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك على السريع. حتى انا كنت انا كمدرب كنت اعملها مع الاشخاص هاي لبين ما تعلمت من غلطتي. المفروض انك بخلي اقول تدريجيا تعلموا على شيء معين. المفروض بالبداية انك تحاول تشرح له شو حيفيده البرنامج هذا وشو حيفيده الكمبيوتر هذا، بعدين تبلش تورجيه الخطوات ببطء مو بسرعة. يعني انا عندك كشخص ممكن او كمدرب او حدا بيعرف البرنامج ممكن بتكة تقدر تضبط كل البرنامج تشتغل عليه، بس المفروض هذا الشخص جديد بالنسبة له، فما تعمله بسرعة بيصير عنده رهبة منه. بدك المفروض تورجيه عليه ببطء، تمام، وتورجيه وتحاول تربط له اياه كيف بيشبه العمل الورقي عنده ولكن بشكل الكتروني، وبالتالي هيك بتريحه شوي شوي عليه. كسر الجليد بينه وبين هالتكنولوجيا هي بتساعده انه هو شوي شوي يتقبلها. لما تشرح له انت تورجيه الفوائد منها، يعني لما انت تورجيه يعني تعمل معه هيك مثل ديمو صغير او مثل تجربه بسيطه، انه تعال نعمل شغل ورقي تعال نعمل شغل الكتروني، تورجيه قديش السرعه والفرق بيناتها، هو بيلاقي في فائده بيستفيد منها وبالتالي بيقدر يشتغل. طب قديش لازم كل يوم؟ مو وقت قليل لازم ينعطى؟ يعني مثلا كل يوم ربع ساعه، كل يوم بتزيد باليوم اللي بعده؟ حسب قدره المتعلم نفسه. يعني في اشخاص عندها منحنى التعلم او مؤشر التعلم عنده سريع وبالتالي مرتفع بتقدر تتعلم الشغل بسرعه. في اشخاص عندها مؤشر التعلم منخفض وبالتالي انا بحاجه اني شو اعيد لمره بتنتين وثلاثه. مثل لازم ما تحسسه بالفرق بينه وبين الموظف الاخر، لانه أبداً بيكون في نوع من الاهانه للشخص الاخر لما عندك زميل الاخر مثلا موظفين، عندك هذا مثلا عنده سرعه بالتعلم الاخر عنده يمكن بطء بالتعلم. هي حالات، تمام، انا ما لازم احسسه بالفرق، لهيك بفضل تكون هي جلسات فرديه. صحيح ممكن تاخذ وقت اكثر من الجلسات الجماعيه او الملاحظات تتاخذ على تمام الملاحظات تتاخذ على جنب. حتى احاول ما اقول له مثلا ليك زميلك كيف يشتغل بسرعه، ممكن تخلق بينه وبينه حساسيه. بعد طريقه التقييم عن طريقه المقارنه، طريقه المقارنه تخلق حساسيه ممكن كثير مفيده توجهيه للشخص المثالي حسب الطريقه ولكن اللي تماما. ولكن اذا هذا الشخص ما بيشوفه هو ما بيعتبره كشخص هو قدوه، حيعتبره شخص كثير حيكره هو، بالتالي يصير في حساسيات بيناتهم اكثر. وهون يمكن بيلعب دور نوع
العمل، لانه يعني الاعمال تنقسم يمكن لشقين، فينا نقول يمكن عمل ابداعي وعمل اداري، هون في اختلاف. قديش نحن من خلال الدورات التدريبيه بنتوجه مثلا لتطوير العمل الاداري او يمكن العمل اللي فيه حاله من الابداع؟ هلا العمل الاداري اكثر شيء عم بيصير عليه دورات، نسبه الدورات اللي عم بتصير كثير كبيره للعمل الاداري او العمل اللي بيتطلب مهارات انسانيه معينه مثل مهارات التواصل، مهارات العمل الجماعي، مهارات الاقناع، فن التفويض. هدول المهارات هي مهارات انسانيه بحاجتك كل حدا مدير او كل حدا بيعمل بمجال اداري او بقطاع اداري معين. العمل الابداعي كثير في شق ضئيل بالموضوع، لانه ممكن نعلم العالم خلينا نقول وسائل معينه بالابداع، نعمل جلسات معينه تتمتع بالعصف الذهني، ما تكون دوره تدريبيه، ما تكون هي نوع من اجتماع بين الموظفين ليعملوا مثل جلسه مثل العصف الذهني لابداع فكره جديده معينه. وطبعا العصف الذهني له شروط وله قواعد مفروض يمشي فيها الشخص، ومو اي شخص قادر هو يكون ميسر لجلسه عصف ذهني. هي شيء بحاجه لوقت، بحاجه لشخص عنده صبر، بحاجه ليكون بنقوله ميسر، ما يكون حدا ناقد، يكون حدا قادر يسر الافكار ويجمعها ويلخصها بطريقه مناسبه، ما يخلق الصراع، ما يصير العصف ذهني صراع ذهني، يضل موضوع عصف ذهني عم تطلع فيه افكار. نعم رواد، يعني نحن اكيد بدنا نتمنى انه دائما التطور العلمي والذهني بجميع مجالات الحياه وخاصه العمل، لانه نحن اكيد نحن رح نرجع نعمرها لسوريا من اول وجديد بعقولنا وبوظائفنا، ودائما نحن اكيد من خلال ارادتنا وشغلنا نحن رديف لبطولات ابطال الجيش العربي السوري. بدنا نشكرك كثير لحضورك ولا كل التفاصيل اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير لكم، شكرا على اللقاء الظريف اليوم، ويسعد صباحكم. يسعد صباحك. العمل ثم العمل، لازم الواحد يستمر. تماما 100%. بنشكرك كثير رواد نعمي، مدرب اداره الموارد البشريه، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.